السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. في قديم الأزل كده زمان، لما كان واحد روسي في الاتحاد السوفيتي يعني عايز يسافر من تشيلابنسك منطقة الأورال، عايز يسافر لموسكو، لازم ياخد إذن من اللجنة أو نسميها ايه، المكتب بتاع الحزب الشيوعي. يروح موظف هناك يختم له بالاذن انه يسافر، السبب، ويقعد قد ايه، ويعرف مين هناك. شويه اسئله روتينيه، او اصبحت روتينيه مع الوقت، لان ايه، القوات الامنيه ما بقتش بعبء عليها ان هو يراجعوا مع ورا كل واحد، وخصوصا كانت البلد يعني في اواخر فتره السبعينات في عصر بريجنيف، يعني ايه، بيقللوا من الاعباء او بداوا يزهقوا ويرزحوا تحت عبء انهم يتابعوا الناس ويراقبوهم والكلام ده. فكانت الاتحاد السوفيتي بيتجه ناحيه التحرر شويه رويدا من الرقابه اللصيقه للبني ادمين. جدير بالذكر ان انا اقول لكم، لو كان الواحد عايز يشتري عربيه، سياره يعني جيجولي، من اللي هي العربيه ال124 المعروفه، الفئه ال124 اللي هي التراث بتاعها الروسي اسمه جيجولي، عشان يشتريها محتاج اذن من نفس الموظف ان هو مواطن صالح وسيصلح ان هو يقود في الشوارع السوفيتيه او الروسيه. طيب، فعشان واحد ياخد الاذن ده ويسافر، سواء بقى طيران، قطر، مشي، المهم يعني بياخد الاذن ده، وما يرجع لازم يخطر ان انا رجعت. وبالمناسبه يا جماعه، النظام ده فضل مفعل في بعض الهيئات وبعض الحالات. يعني اما كان معاك الايرف بي، حاجه كده من 16 سنة فاتت، أما يبقى معاك الإرف بي أو الإقامة المؤقتة في روسيا، أما تيجي تسافر حتى بلدك، مسافر بلدك، أنت لسه معاك إقامة بس في روسيا، فرايح بلدك فلازم تاخد إذن. وما ترجع، وطبعا حاجة سورية يعني تاخد إذن بيأذن لك على طول، مش تستنى يعني، بس ممكن الإذن يستنى 4 أيام 5 أيام، بس المهم بيجلس في الآخر وتطلع بالورقة دي من غيرها، ما تطلعش من المطار. وعند العودة تخطرهم إن أنا رجعت، يقول لك عشان نسجلك بس في السيستم وبتاع ده، تنظيم. طيب، نيجي بقى لفترة انا ليه بقول لك الحاجات دي، عشان بس لما تلاقي حاجات شبهها بيروقراطية، موظفة او موظف بيكلمك عليها او بيقول لك لازم تعمل كذا، اعرف ان الموضوع ده ليه تاريخ. الناس دي تعودت على نظام معين، والنهاردة الموضوع فيه تحرر زيادة على اللزوم، ففي ناس بالذات الكبار في السن منصعقين، متفاجئين، مشدودين من ايه ده، ازاي نسيب الناس كده تروح وتيجي عادي، لازم ننكد عليهم، حتى لو القانون رخلهم الحبل احنا نشده باجراءات معينه واوراق معينه. عشان بس تفهم ايه البيروقراطيه اللي بتحصل معاك احيانا من بعض الموظفين كبار السن اللي شغالين على قديم. برضو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، او خلينا قبل تفكك الاتحاد السوفيتي بفتره بسيطه، سنه 85 او 86، جورباتشوف لغى حتة ان انت تاخد اذن عشان تسافر لحتة لحتة. لحد الثمانينات حتى، وفي وقت حكم جورباتشوف، كان علشان تسافر بعض المناطق زي كالينينجراد او حتى المانيا الشرقية قبل انهيار سور برلين، كان لازم تاخد اذن. والداني فاستوك اللي هو الشرق الادنى، اللي هو خبارسك وفلادي فاستوك، برضو تاخد اذن بس هناك، يعني تقف في المطار لحد ما بيراجعوا اوراقك وبتاع، حاجه روتينيه برضو. ولو ان كنت اعرف ناس قالوا لي كنا بنرجع احيانا بدون ابداء اسباب، بيرجعونا من المطار. يعني شوف، ناس سوفيتيين جوه الاتحاد السوفيتي يروحوا فلاديفاستوك ولا خبارسك، يشيكوا عليهم 3-4 ساعات في المطار ويرجعوهم تاني. فده برضو يديك ايمج ميرور، ازاي انت حضرتك بيوقفوك في المطار ايها الطالب جاي تدرس في روسيا، ويرجعك من المطار على بلدك وانت معاك الدعوه ومعاك كل حاجه، بعد تحقيق لمدة 4 ساعات. الموضوع ده كان بيحصل مع مواطنين زمان، متخيل؟ فالمهم، الاتحاد السوفيتي انهار، بدأ يبقى فيه طيران. وعلى فكرة تذاكر الطيران في روسيا لحد قريب كانت من غير اسم، وساعات كان يكتب لك اسمك يعني حتى مش صح، مختصر كده وبتاع على التذكرة، فكان اي حد ممكن ياخد التذكرة دي من غير ما بيشيكوا ويركب مكانك. يعني مؤخرا بدأوا يطبعوا الأسماء ويشوفوا الباسبور بتاعك ويطبقوا مع الاسم اللي في التذكرة على باب الطيارة. تخيل يعني انت ما تشيكش على حاجة قبل كده، تيجي على باب الطيارة، ده الطيران داخلي على فكرة، كل ده على طيران داخلي.
المهم انهارت الاتحاد السوفيتي، بقى في شركات طيران. نشأت سنة 93 شركة طيران الوطنية الأوكرانية، لأن أوكرانيا بقت دولة مستقلة، اللي هي Ukrainian International. نشأت سنة 93. سنة 94 نشأت شركة جميلة جدا اسمها Iris Fleet. شركة طيران Iris Fleet دي أقول لكم يعني أنا طرت عليها كتير أنا شخصيا، وكانت بتروح ديستنيشن قعدت تتوسع بسرعة جدا في سنة 95-96 لحد ما بقت بتروح مصر، بتروح نيودلهي، بتروح الهند، حتى بقت في سان فرانسيسكو وحاجة طيران بيروح أمريكا كمان. فطيران كان نشط وبدأ يتوسع، وحتى في شركات يعني الشركة الوطنية الأيرو فلوت بقت تغير منها، لحد ما جت فترة وشركة أيروس فيت دي أعلنت إفلاسها أو بدأت تفلس على مراحل. يعني كان في مديونيات عليها لجهة روسية أو لأحد المطارات الروسية وصلت لملايين الروبلات ما دفعهاش، تعادل بالدولار مثلا حوالي 80 مليون دولار، فحاجة كتير على مر سنين ما دفعوش، نظرا لبعض الفساد جوه شركة أيروس فيت، لأن الشركة بتكبر بسرعة، فلوس زي الرز، أسعارها ما كانتش رخيصة في معظم الأحيان، بس ساعات كانت بتعمل عروض يعني 30 دولار تسافر من كيف للدنباس. كان في برضو طيران اللي هو دونافيا، وفي دنباس ايرو، كان في طيران داخلي. بعد كده دخل ويز اير جوه اوكرانيا، كان بيطير ما بين بعض المدن ما بين كيف للدنيبر، كان اسمها دنيبرو بيبروفسك قبل كده، وبيروح على دانيتسك. وكان سافرت انا اكتر من مره طبعا مطار دانيتسك ده، وعشت فتره في الدنباس، فكانت يعني تحس ان الدنباس ده حاجه كده زي السوق الحره، اللي هو البضاعه جايه من بره بيجي الروس ياخدوها وبيجي الاوكران ياخدوها، وكانها منطقه حره يعني. فكان ليها طبيعه معينه الدنباس ده، كان مرشح كمان الموارد بتاعه بالذات اقليم دانيتسك. دانيتسك ده كان غني بالموارد، فكان مرشح ان هو يبقى مركز، وكان فعلا مركز تجاري محترم. المهم فخلينا في شركة أيروس فيت، بدأت تدريجيا تبتدي يعني المديونات بتاعتها تقلها، في فساد ما انكرش، او انا متأكد ان في فساد، فلوس كتيرة، والطيران هو رقم يعني ركب على الشركة الوطنية اللي هي Ukrainian International، وفجأة اعلنت افلاسها تماما سنة 2014 او سنة 2013. ففي يناير 2013 خلاص قالوا فلست وبتاع، واللي حاجة عم يدور عليها وهكذا. بعدها بسنة قامت الثورة، ثورة ميدان 2014، وبدأ يبقى فيه فند اكتر بيطرحوه على شركة Ukrainian International، لانها تشيل العبء اللي كانت شايراه الايروس فيت. ايروس فيت انا كنت بسميها من الطيران كامل العدد، كل مركب الطيارة عليها كاملة العدد. لما طير على Ukrainian International كان عندهم طيارة كانت ياكوفليف اعتقد، ياك طيارة ياك يعني، وكان على فكرة عندهم الايروس فيت كان الفليت بتاعهم فيه 3 طيارة انتونوف، فكان الفليت بتاع ايروس فيت قوي. Ukrainian International ما كانتش بالقوة دي، شركة اللي هي الوطنية للطيران في اوكرانيا، فعلشان تستوعب اضطرت انها تشتري طيارات اللي هي ال 737 بوينج علشان تعوض النقص اللي عملته الايروس فيت. كانت بقول لك كامل العدد، والUkrainian International كنا نركب الطيارات اللي هي الانتونوف ولا الياكوفليف دي فاضيه، عامله زي الاتوبيس، سطرين هنا او صفين هنا صفين هنا، وكان في طيران امبرا اير كمان، فطيران كان تعبان اللي في الUkrainian International. وكنت بحس ان انا كده في نوستالجيا يعني، اللي هو حاجه من وكان عندهم طيران اللي هو الطياره اللي هي الفرنسيه ATR 72 دي بمراوح. فالايروس فيت كانت بوينجات معظمها اللي بتطير، كانت لكايرو، بتطير للقاهره، كانت بتروح لتسوغيك او زيوريخ زي ما بيقولوا سموها، فكانت منتشره. فمين هيعوض الكلام ده؟ بدأ التركيش ايرلاينز تساعد، تعمل كود شير مع Ukrainian International، فالطيران التركي بقى يطير في اماكن كتيره في اوكرانيا، في دنيبر اللي كانت دنيبرو بيتروفسك اسمها القديم، وخاركف واديسا، وطبعا سيمفروبل اللي بقت نشيطه جدا التركيش ايرلاينز عليها. في حكايه كده حصلت لي في سيمفروبل مره مع الطيران التركي هبحكي لكم عليها بعدين. المهم
بدأت المديونيات الطيران الروسي أو الجهات الروسية أو الفيدرالية أو الطيران المدني منع أو بان عمل بانينج قبل ما الأيروسوفيت ما تسقط منعها من الطيران على روسيا. وبدأت دول وراء دولة وراء التانية تحدو حذو الطيران الروسي نظرا للمديونيات اللي عليها. فللأسف يعني شركة طيران زي أيروسوفيت إنها تسقط بالشكل ده وبالمديونات الكبيرة دي مثال حي إن إزاي الفساد ممكن يدمر مشروع ناجح، مشروع قوي، مشروع كان رائد، كان ممكن يفضل يعني لو كان فاضل لحد النهاردة كانت هتبقى يمكن زي تركيش إيرلاينز يمكن أحسن، ولكن الفساد يعمل أكتر من كده. المهم بقول لكم إيه نبذة كده عن الحياة في الاتحاد السوفيتي والطيران في الاتحاد السوفيتي علشان تشوفوا الوضع عامل إزاي حاليا والتشابه بينه. حاليا الطيران الروسي طبعا شركات طيران كتيره بتطلع، حتى في شركه اسمها جاز بروم طلعت طيران. في شركات بقى ايه اللي كان فيه برضو شركه اسمها نوردافيا اعتقد دي فلست من الشركات اللي فلست في روسيا. كان في شركه محترمه جدا اسمها ترانس ايرو دي معرفش كانت من اقوى الشركات وبرضو نظرا لبعض الفساد انهارت واختفت. وكانت طيران رسية برضو طيران كويس جدا بعد كده اشتريته الايروفلوت بقى تحت الايروفلوت. دلوقتي عندنا اقوى وارخص شركة في روسيا هي شركة بابيدا. في شركة ارخص منها كمان او شركتين هفتكر لك اسمها سمارت افيا. عندنا S7 من طيران الرائد القديم ولكن بقى غالي جدا دلوقتي. سمارت افيا كمان مش هتبقى رخيصة على طول، بدأت دلوقتي تغلي. عندنا طيران أزيموت وطيران أزور. أزيموت طيران نشط في بعض المناطق بتاعت كان دنباس وكده قبل ما يقف قصدي في منطقة كراسنودار وراستوف نادانو وبتطير كمان لإسطنبول. في عندنا يوتي إير من الطيران القديم العتيق اللي بيتطور ببطء شغال في منطقة الأورال وسيبيريا. في طيران برضو ايه يامال. في طيران كتير في الناحيه بتاعه سيبيريا دي ما بنشوفوش احنا بقى كتير في الجانب اللي هو السنترز او الجانب المركزي ومنطقه الاورال ومنطقه الفولجا. كانت دي نبذه بس برضو عن الطيران والرحلات واحوال شركات الطيران في روسيا فيما بعد الاتحاد السوفيتي. يا رب تكون الحلقه بتاعت النهارده مفيده واديتك بعض المعلومات ووضحت لك صوره يمكن كانت غايبه عندك قبل الحلقه دي. خلصت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بحفظ الله. السلام عليكم. أمين.